أخيرا وبعد أخذ ورد بين الأحزاب المشاركة وطول انتظار التوانسة في القرار الحاسم، الحوار الوطني يتوصل للحل في مسألة تنظيم الانتخابات المرتقبة باش تكون التشريعية قبل الرئاسية. الحاسم في المسألة هذه كان صباح اليوم بعد تأييد 12 صوت مقابل 6 أصوات مع تسبيق الرئاسية على التشريعية. بعد أخذ ورد نجح الرباعي في سادس جلسة من الحوار الوطني من حسم مسألة أسبقية الانتخابات الرئاسية على التشريعية أو العكس، حيث تم التوافق اليوم على تسبيق هذه الأخيرة بعد اللجوء إلى اعتماد مبدأ الأغلبية بالثلثين، وين صوت 12 حزب على التشريعية مقابل 6 للرئاسية. مرينا إلى عملية التصويت والنتيجة كانت 12 حزب من أجل تقديم الانتخابات التشريعية وستة أحزاب كانوا مع تقديم الانتخابات الرئاسية، ولذا نعتبرنا إذا خذنا بعين الاعتبار الآلية التي قررنا الاعتماد عليها قد حصلت، يعني أنه الأثناش هما ثلثين 18، وبالتالي نحب نبشر كل التوانسة اللي ينتظروا في معناها مواعيد الانتخابات، فالقضية قد حسمت وسترحل إلى المجلس التأسيسي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات. رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة عامر العريض اعتبر أنه هذا نجاح لتونس، وأكد أنه مواعيد الانتخابات القادمة التشريعية والرئاسية باش تكون خلال 2014 بعد أعداد كل من لجنة التشريع العام داخل المجلس الوطني التأسيسي والهيئة العليا للانتخابات لمشروع قانون حول المواعيد. توافق حصل على أسبقية الانتخابات التشريعية وتليها الرئاسية وكلها في 2014 إن شاء الله. فإن شاء الله الآن لجنة التشريع العام بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يقدموا مشروع قانون حول المواعيد يصادق عليها المجلس الوطني التأسيسي، والجميع سيهتم بالاستعداد للانتخابات. من جهتهم عبر ممثلي الجبهة الشعبية عن قبولهم بمبدأ الأغلبية وبالوفاق الحاصل رغم أنه جاء على عكس ما طالبوا به. بطبيعة الحال كنا مع الرئاسية لأن حابين نخرج مؤسسة الرئاسة من الحسابات ومن الضغوطات ومن البيع والشراء، ثم أغلبية بطبيعة الحال مشات مع التشريعية أولا، بطبيعة الحال ثم أغلبية مشات. بالنسبة لنا نحن ما زلنا رانا متمسكين وأن الأفضل الرئاسية، وعلى كل حال التولية تحكم. اليوم لقينا آلية هي اعتماد الثلثين، حصلوا الثلثين إن شاء الله مبروك على تونس، وإن شاء الله نمشيو للمحطات القادمة وإن شاء الله نمشيو لتهيئة الظروف اللي تسمح بقيام انتخابات ديمقراطية. هذا وكان رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي خرج قبل انتهاء الجلسة واعتبر أنه اللجوء إلى التصويت يؤكد عدم وجود وفاق. نراه أن الوفاق فشل. هذا شو معناه؟ كيف نمشيو للتصويت؟ شو معناه؟ معناه مش متفقين. عليه ثم اتفاق على أغلبية الثلثين، وقع الاتفاق في هذه الجلسة على اعتماد أهية أغلبية الثلثين. ما نجحتش. خاطر ما عرفناش شكون حصل على الثلثين. هذا علاش؟ ولهذا توا قاعدين يتحاوروا، ان شاء الله ربي يوصل بسالم من برا. وفي جانب اخر اعتبر الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي انه نجاح الحوار الوطني في تظليل كل الصعوبات اللي تشهدها الساحه السياسيه طوال الفتره السابقه راجع الى وجود مجتمع مدني واحزاب سياسيه واعيه بالظرف الدقيق اللي تمر به البلاد.